زلنا نثق فيك وفيهم وفي قدرات لاعبينا ولن نستسلم. الجزائريون أيضا يثقون في لاعبيهم ومدربهم. أمام منتخب إيفواري محترم يدخل اليوم بسانغاري في حراسة المرمى، سيرجوري على الجهة اليمنى، كونان على الجهة اليسرى، كوسونو مع ديلي في وسط الدفاع، سيريدي مع سانغاري وكيسي في وسط الميدان، نيكولا بيبي، غراديل وسيباستيان ألير. المنتخب الجزائري بلباسه الأبيض على يمين يدخل كونان، مازال كونان يدخل، كونان يواصل، كونان يدخل، كونان الحكم قريب يا كونان، حكم قريب من كونان. الكرة هذه مرت سلامات على عيسى مندي وعلى يوسف سنة. بغداد بنجاح البحث عن يوسف بليلي، التغذية الدفاعية نعم مهم جدا حتى يخلي الأريحية لسعيد بن رحمة وكذلك للمخالفة الأولى في المباراة. قلت يخلي الأريحية لسعيد بن رحمة وليوسف بليلي. كيوسف بليلي رياض وتطرف الجدار وري الاحتياط. بدران كرة بعيدة، البحث عن بن رحمة، تغطية دفاعية من قبل سيرجوري يخرجها في التماس مرة ثانية لصالح الجزائريين. المراوغة الرائعة هنا صعبة 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 والكرة راحت سلامات مباشرة. ضربة مرمى عرضية بعيدة تماما، البحث عن يمنى يلعبها في اتجاه يوسف، فنتمنى ان يتحملون شويه. جراديال انطلق من هنالك على الجهه اليسرى، كره في العمق تسترجع من اسماعيل بن ناصر، يرفعها مره ثانيه في اتجاه يوسف، تقادر عليها بنجاح على الجهه اليسرى، يحاول يمر، تغطيه دفاعيه، الحكم المساعد رفع الرايه وقال وضعيه تماس للمنتخب الايفواري. نعم كره بعيده الامام ليوسف بليلي، تغطيه دفاعيه من قبل ديلي البيبي المرا لا 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 رائع رائع من هنالك بيبي كيد، ياتي الهدف الاول لصالح المنتخب الايفواري في اول كره. ملحي بعيد الامام في اتجاه بغداد بنجاح، تفوق رائع من ديلي، تاخذ حذرك يا بغداد. يوسف بليلي استلم الكرة، حاول يمر يوسف، يوسف التوزيعة التغطية، حاول يمر سعيد بن رحمة من امام وري، سعيد بن رحمة يمر والكرة في الركن. اللقب مرتين واللي خسر النهائي ايضا مرتين. هنا ماذا هنالك؟ ماذا هنالك يا يوسف؟ او يوسف عطال هذا. بليلي كرة مرفوعة بشكل رائع بالراس من عيسى مندي ومرت سلامات. والمدافع الديلي، هيل الكرة، هيل الكرة، هيل يا سعيد، كرة ممتازة من رياض في اتجاه سعيد بن رحمة وأول كرة يبحث عن الكرات البعيدة. رياض في القائمة الثانية بعيدة كثير، راح ضربة يوسف، اي 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 بيبي استلمها بيبي ودخل بيبي 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 وبيبي من هنالك تروح في الوسط. يوسف بليلي لم يقدر، يوسف حتى لم يقدر، عيسى كرة مباغتة يا سلام. سعيد مع سعيد أوريه، سعيد أوريه، سعيد أوريه، سعيد أوريه، بيني يا بيبي، ولالا ولالا جول ولالا جول أول لمنتخب كوت ديفوار. يا سلام على اللعبة من فرانكيسي، يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار بلعبة رائعة جدا عن طريق بيبي، صنع الفارق على الجهة اليمنى وفرانكيسي يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار 1-0. ثاني الأهداف للكرة البعيدة في اتجاه يوسف بليلي، الكرة في الركن، ديل يستعد لتنفيذ المخالفة بعيدة في القائمة الثانية، وسعيد بن رحمة ولالا الراسية وجول، الراسية وجول ثاني لمنتخب كوت ديفوار، ليس هناك وضعية تسلل، راسية وجول ثاني من قبل ابراهيم سانغاري في الدقيقة 44، هدفا لصفر للمنتخب الايفواري امام المنتخب الجزائري. ليوسف بليلي يدخل، يوسف راح، يوسف راح، يوسف 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 لسعيد يرفع كرة بعيدة، سعيد بن رحمة راسية مرة ثانية، يوسف يتقدم عنده الكرة الآن، يوسف يواصل، أوه في خطأ، يوسف عطال، يوسف عطال، يوسف عطال، أوه
دي مازال يبحث عن بغداد، وجد يوسف من هنالك عطل كرة بينية إيفوارية، بيبي محاولة التوغل الأرضية وخطيرة كيسي وإسماعيل على الجهة اليسرى موجود جراديال، الكرة في العمق والتدخل التوزيع رياض من عند إسلام يدخل رياض، مازال رياض في المراوغة، رياض مازال ويرا بيبي ولولو رايس ينقذ الموقف رايس وابن ملحي. هذا الذي تشاهدونه وستشاهدونه قول هنالك على الجهة اليمنى عن طريق بيبي، حاول يمر بيبي جول 3-0 صارت النتيجة لكوت ديفوار، بيبي يفعلها وكوت ديفوار لن تأتيها فرصة مثل هذه وظروف مثل هذه لكي تسجل هذا أهداف أمام المنتخب الجزائري بالثلاثة بالتوقيع الآن عناصر منتخب كوت ديفوار. لكن خليني نقول بأنه يستهزل، لن تسجل يا يوسف. الحكم ماذا قال؟ ركلة جزاء. وما رأيكم لو ركلة الجزاء ونضيح، يعني إذا ضيعناها خلاص يعني ما فيش. سانغاري رياض ويقول لا بالله عليكم هل فهمتم، بالله عليكم هل أدركتم، بالله عليكم ضربة ثانية ليوسف بلايلي وخطيرة وجول في نهاية المطاف، اهتزت شباك الخصم وطرد النحس.